شعر محب مسلسل زهور الدم بارتياح كبير، حيث تشير الأخبار إلى إمكانية تأجيل موعد نهاية العرض، مما يوحي الفرصة لتقديم المزيد من الحلقات المثيرة ونهاية مبهرة. عندما تم الإعلان عن موعد النهاية الأول، شعر العديد من المعجبين بالحزن والقلق، ولكن الأمل يتجدد الآن مع اقتراب انتهاء عمليات التصوير الذي من المتوقع أن يتم في أوائل شهر يناير. من المقرر أن يستمر عرض المسلسل بعد انتهاء الشهر المذكور، ويحتمل أن تكون هناك عطلة شتوية، مما يعني أن الحلقات ستعرض في عطلات نهاية الأسبوع بعد تلك الفترة. تم إعداد خطة لنهاية كبيرة واحتفالية في ختام الموسم، حيث قد تؤثر ردود فعل المعجبين بشكل كبير على إمكانية تمديد القصة، مما يعكس أهمية تفاعل الجمهور. أظهرت ردود فعل المعجبين الأولية خيبة أمل عميقة بسبب موعد النهاية، وهذا يبرز التأثير العاطفي الكبير الذي أحدثه المسلسل في نفوسهم. إن الانتهاء من التصوير في يناير يشير إلى استمرار السرد القصصي، مما يدل على دعم قوي ومثابرة من جميع أفراد فريق الإنتاج. يعكس القرار بعرض الحلقات بعد يناير الشعبية الكبيرة للمسلسل واستعداد الشبكة للتكيف مع رغبات الجمهور وتطلعاتهم. من المرجح أن تساهم عطلة الشتاء المخطط لها في زيادة توقعات المشاهدين لعودة العرض، مما يعزز تفاعلهم ومتابعتهم المستمرة. تشير النهاية الكبيرة المخططة لها إلى التزام صادق من القائمين على المسلسل بتقديم خاتمة مرضية ترضي الجمهور، مما يعكس احترامهم وتقديرهم لتفاعل المشاهدين. كذلك، تظهر إمكانية تمديد القصة بناءً على ردود فعل المعجبين أهمية التغذية الراجعة في صناعة التلفاز، حيث تصبح آراء الجمهور جزءاً لا يتجزأ من تطوير المحتوى. وأخيراً، يعزز الاعتراف بجهود فريق زهور الدم تقدير المجتمع لرواية القصص الجيدة والمميزة، مما يبرز دورهم في إثراء عالم الفن والإبداع.